من الذي أغرق أهل الأرض جميعا؟ من قوم نوح الذين كذبوا نوحا عليه السلام وكفروا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه وما آمن معه إلا قليل. الله سبحانه وتعالى يغرق أهل الأرض جميعا، هل هذا ينافي الرحمة؟ لا ينافي الرحمة. من الذي أهلك قوم صالح وقوم لوط وفرعون وأهلك فرعون وجنوده؟ الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين كذبوا بالله سبحانه وتعالى وبرسله أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم إبادة تامة، فهل هذا ينافي الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام